السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة، والبداية من صحيفة العرب اللندنية، حيث كتب سلام السعدي مقالاً تحت عنوان سوريا الانفتاح الأمريكي على الكتائب الإسلامية. قال فيه: تبدو دبلوماسية جنيف 2 أمام معضلة اتساع نفوذ الكتائب الإسلامية المقاتلة في سوريا والرافضة للحل السياسي، ومع تقاسم الأدوار بين روسيا وأمريكا، والذي تعنى بموجبه الأولى بدفع النظام نحو الحل السياسي، فيما تعمل الثانية مع المعارضة. يبدو الضغط منصبا على أمريكا من أجل بلورة معارضة سياسية عسكرية تستحق الجلوس في جنيف 2. وإذ تعلم الولايات المتحدة أن الجبهة الإسلامية باتت اللاعب الجديد وربما الأقوى في صفوف المعارضة المسلحة، تعلم أيضا أن نجاح مؤتمر جنيف سيبقى متعذرا دون مشاركة الجبهة في المؤتمر أو موافقتها الضمنية عليه وإن كانت غير معلنة. هكذا يمكن فهم تصريحات مارتن ديمسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية عن سعي حثيث من قبل الولايات المتحدة لفهم أعمق للجماعات الإسلامية المعارضة، لمعرفة نياتها في الحرب الدائرة والوقوف على التباينات فيما بينها. ويبدو الهدف الأول بالنسبة لأمريكا من حوار مباشر مع الجبهة الإسلامية هو جذبها نحو العملية السياسية، بما يكسب تلك العملية مصداقية أكبر ويرفع من احتمالات تنفيذ بنودها على الأرض. وأما الهدف الثاني المكمل فيتمثل في عزل تنظيم القاعدة عن سوريا استعدادا لحرب محتملة مع التنظيم المعادل للنظام والمعارضة على حد سواء، حرب ربما تعقب التوصل لاتفاق في جنيف 2. وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربي، حيث كتب فيصل قاسم مقالا تحت عنوان لماذا سمحت روسيا وإيران بتدمير سوريا؟ قال فيه: سنتفق جدلا مع القائلين أن هناك مؤامرة كونية على سوريا لتدميرها وتشريد شعبها وإضعاف جيشها وتفكيكه وتجريدها من سلاحها التقليدي والاستراتيجي، وسنتفق أيضا أن المؤامرة نالت من سوريا فعلا، حيث تمت تسوية العديد من المدن والقرى السورية بالأرض على الطريقة الروسية في الشيشان. فماذا يريد حلفاء النظام السوري كروسيا وإيران أكثر من هذه الكوارث الإنسانية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية؟ لماذا تركوا سوريا تصل إلى هذه المرحلة من الدمار والخراب والانهيار إن كانتا فعلا حليفتين للنظام في سوريا؟ لنتفق مع النظام أن هناك قوى كثيرة عربية وإقليمية ودولية تريد الإجهاز عليه وعلى سوريا، فأين كان حلفاؤه من كل هذه المؤامرات؟ وإذا كانت سوريا مهمة جدا لروسيا وإيران، فلماذا سمحتا بتدميرها وإنهاك جيشها وتجريدها من أسلحتها الاستراتيجية وإضعاف قوتها العسكرية؟ سوريا لم تكن طرفا في الصفقة الكيماوية أبدا. هذه الصفقة هي ظاهريا صفقة أمريكية روسية، لكنها في العمق صفقة إيرانية إسرائيلية، والروس والأمريكان ليسوا أكثر من وسطاء فيما يتعلق بهذه الصفقة تحديدا. وقد طلبت أمريكا من إيران قبل أي شيء نزع السلاح الكيماوي السوري، وهي لم تقبل أن تتفاهم مع إيران قبل نزع الكيماوي. باختصار، فإن الصفقة الكيماوية السورية هي ربح استراتيجي صاف لإسرائيل، أما الصفقة النووية الإيرانية فهي الثمن الذي قبضته إيران مقابل تسهيل الصفقة الكيماوية السورية. أخيرا يقول الكاتب: علينا الاعتراف بعد كل ما حصل في سوريا أن الرابحين الوحيدين من مأساتها هم إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران، أما السوريون نظاما وشعبا ومعارضة فهم أكبر الخاسرين. وإذا كان حلفاء النظام سمحوا بكل هذا الدمار وتاجروا بسوريا على عينك يا تاجر، فكيف نلوم أعداء سوريا والمتآمرين عليها؟ لك الله يا سوريا، لقد كنت فريسة تناهشها الحلفاء والأعداء على حد سواء.
مشاهدينا الكرام، وللانتقال إلى موقع هابرلار الإلكتروني في تقرير له عن الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عنوان: مانديلا من سجين سياسي مشاكس إلى أيقونة عصره، جاء فيه. نيلسون مانديلا الذي توفي عن 95 عاماً أضحى أيقونة ورمزاً لرفع الظلم وإزالة الاضطهاد في عالمنا المعاصر. ولد نيلسون مانديلا في 18 من تموز عام 1918 في منطقة ترانسكاي في قبيلة ملكية، وأطلق عليه والده اسم رولي هلا هلا، أي المشاكس الذي يجلب المشاكل. وفي سن مبكرة بدأ مانديلا فتى متمردا وأقصي من جامعة فورت هار للسود بسبب خلاف حول انتخاب ممثل الطلاب. وفي جوهانسبرغ التحق المحامي الصاعد بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وأسس مع أشخاص آخرين رابطة الشباب في الحزب. في عام 1948 تولى مانديلا رئاسة الحزب وأصبح الخصم الأول للسلطة التي تطبق نظام الفصل العنصري. واعتقل الزعيم الإفريقي المعروف باسم ماديبا نسبة إلى اسم قبيلته مرارا، وصدر أول حكم ضده بتهمة الخيانة قبل تبرئته في عام 1956. وبعد عام قاد مانديلا النضال المسلح واعتقل وحوكم بتهمة التخريب والتآمر ضد الدولة في إطار محاكمة ريفونيا عام 1963 إلى عام 1964، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد. يومها أعلن مانديلا مبدأه بالقول: إن مثلي الأعلى كان مجتمعا حرا وديمقراطيا يعيش فيه الجميع في فرص متساوية، وإني مستعد لأن أضحي بحياتي في سبيل ذلك. وأمضى مانديلا الذي قاد نضال السود ضد النظام العنصري الأبيض في جنوب إفريقيا 27 عاما في السجن من عام 1964 إلى عام 1990، وألهم رفاقه في السجن. واعتبارا من عام 1985 أطلق نظام الفصل العنصري الخاضع لعقوبات دولية والنضال الداخلي المتواصل أطلق مناورات سرية ستفضي لاحقا إلى إنهاء هذا النظام. ففي 11 من شباط عام 1990 كان المعتقل الذي يحمل رقم 4664، أي نيلسون مانديلا، رجلا حرا إلى جانب زوجته الثانية ويني. وعلى الفور تواصلت المفاوضات، وبفضل نجاح المفاوضات مع آخر رئيس لنظام الفصل العنصري فريدريك دي كليرك، حاز الرجلان على جائزة نوبل للسلام في عام 1993. وفي 27 من نيسان عام 1994 انتخب مانديلا في الدورة الأولى من الانتخابات المتعددة الأعراق، وأعلن عزمه على بناء أمة تعيش بسلام في الداخل ومع العالم. وأضحى نيلسون مانديلا رمزا عالميا للحرية ثم للمصالحة. ولخص الأسقف ديزموند توتو إرث مانديلا بالقول: إنه نجح في أن يحول جنوب أفريقيا دون حقد ديمقراطية مستقرة متعددة الأعراق، ووصفه قائلا: إنه أضحى رمزا عالميا للمصالحة. وشكل مانديلا لجنة الحقيقة والمصالحة التي تولى رئاستها توتو، وأصبحت نموذجا يطبق في الدول التي تشهد انتقالا سياسيا وأعمال عنف. ونجح مانديلا في أن يكسب مودة البيض لإظهاره روح التسامح معهم. وفي عام 1998 تزوج مانديلا غراسا ماشيل، أرملة رئيس موزمبيق السابق وعمره 80 عاما، وكانت تصغره ب 27 عاما. وبعد سنة استقال من الرئاسة واعتزل السياسة لأنه بقي مخلصا للمؤتمر الوطني الإفريقي، رفض اتخاذ مواقف سياسية باستثناء ما يتعلق بمكافحة الإيدز، حيث نظم مانديلا في 2003 أول حفلة من سلسلة حفلات موسيقية، وأعلن بعد عامين أن ابنه توفي من جراء هذا المرض. مشاهدي الكرام، وبالانتقال إلى صحيفة يني شفق التركية، حيث نشرت مقالا للكاتب إسلام حلايقة عن التضليل الإعلامي بعنوان: مدارس التضليل. لقد تجلت فاعلية سلطة وسلاح الإعلام بأوضح صورها خلال موجة الثورات العربية،
ورأينا كيف تلقى المشاهد العربي مئات الرسائل المتناقضة وآلاف التحليلات المتباينة. إن إدراك خطورة وفاعلية وتأثير سلاح الإعلام قد دفع بأنظمة سياسية بأكملها لنصب العداء وإظهار الخصومة لمؤسسات إعلامية بعينها، كما رأينا في ليبيا حيث هاجم القذافي بنفسه بدايات الثورة عدة وسائل إعلامية وفي مقدمتها قناة الجزيرة، ووصفها بأنها تحريضية وتمثل رأس الفتنة في القضية الليبية. وكذلك الأمر في مصر، حيث تم اعتقال مدير مكتب الجزيرة بداية الثورة وإيقاف العمل بمكتبها وقطع بثها وحجبها في الأقمار الصناعية. وكذلك فعل علي عبد الله صالح لدى هجومه الناري على قناة الجزيرة، ووصف تدخلها بالسافر في شؤون بلاده وبأنها كذابة وتخدم أجندة أجنبية. ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا في سوريا التي أصلا لم تسمح بأي إعلام غير إعلامها، ومن يسبح في فلكه بتغطية الأحداث في سوريا. فهل يعقل أن تجند دولة ما أو نظام سياسي معين كامل طاقاته لمواجهة وسيلة إعلامية؟ إنها في الحق معادلة جدلية يصعب حلها أو إدراك فصولها دون النظر بتمعن إلى ما قاله فلاسفة الخطاب عن سلطة الإعلام وتأثير الخطاب في المجتمعات، ومنهم ميشيل فوكو وألتوسير وحتى ماركس الذي يرى أن الخطاب المؤدلج نوع من تشويه الوعي. إذن الإعلام ليس فيه براءة أو تصادف، فالإعلام اليوم بات كما ذكرنا سلطة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فالسلطة قادرة على التغيير والإعلام أيضا قادر على التغيير. ومن أهم الاستخدامات الخطرة للإعلام هو سياسة التضليل التي أبدع فيها إعلام النظام السوري إلى أبعد مستوى، والتي عكف خلالها على إبطال حقائق راسخة وخلق حقائق أخرى لا وجود لها على الأرض، فقد خلق أكذوبة المسلحين الذين يسعون لزعزعة الاستقرار وأقنع نفسه بها، وعكف لما يزيد عن عام ونصف على تكرارها وتعبئة أعوانه وعناصره الأمنية بها من خلال منظومة متكاملة من البرامج الإعلامية التضليلية وسلسلة مترابطة من المواد المفبركة التي كانت قناة الدنيا رائدة بعرضها، والتي كانت تبث الأكاذيب إلى الداخل السوري، حيث يتم عرض مشاهد مفبركة يصعب حتى على طفل صغير تصديقها. فمثلا كانت تعرض جثث الجنود الذين قتلهم النظام لترددهم في إطلاق النار على المتظاهرين أو لمحاولتهم الانشقاق عن النظام، وتم تقديمهم على أنهم جنود تم قتلهم من قبل المسلحين. ولكن محاربة نظام الأسد للإعلام في الساحة السورية لم تقتصر على توجيه النقد والشتائم والتركيز على نظرية المؤامرة وقتل للصحفيين، بل وحتى قتل من يثبت أنه استخدم آلة تصوير ولو حتى على جهاز المحمول من المواطنين العاديين، وذلك لإحكام سياسة التعتيم الكامل على فظاع قوات الأسد وزبانيته، بينما سمح لوسائل إعلام أخرى كقناة المنار اللبنانية وكذلك قناة العالم الإيرانية بالعمل بأريحية. وللحقيقة لا بد أن نعترف أن هاتين الوسيلتين قد ساهمتا بشكل واضح في التضليل، وتعاطوا بازدواجية فاشستية مع القضية السورية ومع المسألة البحرينية التي صوروها بأنها إبادة جماعية وجريمة إنسانية، رغم أن عدد القتلى لا تتجاوز العشرات مع احترامنا لهم. وفي سوريا مؤامرة كونية وعصابات إرهابية تقاتل ضد الدولة الممانعة في سوريا، فأي قذارة وإجرام يقوم بها الإعلام في هذه المرحلة؟ ولكن كل هذا المكر والمؤامرات لم تحل دون انشقاق عشرات الآلاف من الجنود والضباط، كما أن سيل الإعلام الجديد النقي الهادر الذي بات خريره يسمع من بعيد ستجرف إفك مدارس التضليل، رغم إيماننا أن التضليل كظاهرة إعلامية مرضية لا يمكن القضاء عليها، ولكن يمكن تقييدها وتعاريتها. مشاهدي الكرام، وبالانتقال إلى تلفزيون دي دبليو عربية الألماني الذي نشر تقريرا عن معاناة الناس في سوريا خلال فصل الشتاء، جاء فيه:
لم تكن قطرات المطر التي بدأت بالهطول في شوارع دمشق سوى إذان بمعاناة جديدة لأم أحمد، فلم تكد هذه الأرملة تخرج بسلام مع طفليها من منطقة مخيم اليرموك المحاصر، وها هي الآن تدخل في صراع جديد مع البقاء باقتراب فصل الشتاء لينغص عليها سعادتها بالحصول على شقة في إحدى البنايات التي ما زالت قيد الإنشاء في أحد الأحياء العشوائية التي تقوم الدولة بتنظيمها مؤخرا. وعلى الرغم من افتقاد شقتها لأدنى مقومات الحياة الضرورية من تمديدات وماء وكهرباء وتدفئة، إلا أنها كانت راضية وممتنة لحصولها على هذا المأوى الذي خلصها من هاجس التشرد الذي كان يلاحقها مع طفليها. وتقول أم محمد لدي دبليو عربية: لقد كانت سعادتي لا توصف بالحصول على هذا المسكن في البداية، ذلك أن البقاء تحت رحمة القصف والقذائف والحصار أمر صعب، أما الآن ومع تسلل البرد إلى الشقة بدأت أشعر بأن كارثة على وشك اللحاق بنا، ولا أملك سوى هذه الأغطية الرقيقة لاتقاء شرها. ويقول عمر وهو ناشط في إحدى الجمعيات الإغاثية: نحن نعمل جاهدين على إيواء هذه الأسر، ولكن الإمكانيات ضعيفة جدا، وبالرغم من قيامنا بإطلاق عدة مبادرات وحملات لجمع الأغطية والملابس الشتوية، لكن مردودها ضعيف إذ لم تلق صدى واسعا على غرار العامين الماضيين، فالناس مثقلة أساسا بهمومها وبالكاد تستطيع تأمين حاجاتها الأساسية. ولم تكن أم أحمد الوحيدة التي شعرت بناقوص الخطر الذي بدأ يدق مع اقتراب فصل الشتاء، أيضا العم صبحي ذو 70 عاما شعر به أيضا، وبعد نزوحه مع عائلته من منطقة جوبر المشتعلة كان حظه أفضل من أسر أخرى مماثلة، فقد استطاع العم صبح الحصول على غرفة صغيرة في إحدى المدارس مع عائلته المكونة من 6 أبناء وحفيدين، ذلك أنه تم تحويل بعض المدارس في مدينة دمشق إلى مراكز إيواء تشرف عليها جمعيات أهلية تحت مظلة النظام، ولكن في ظروف صعبة جدا وبشروط مشددة. ويصف العم صبحي وضعه قائلا: السكن الجماعي مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا، فلا يوجد في المدرسة كلها سوى 4 صنابير مياه ودورتين من مياه فقط صالحتين للاستخدام، علاوة على عدم وجود المياه الساخنة إلا فيما ندر، كنا نستطيع التأقلم في الصيف مع هذه المشاكل، ولكن في الشتاء الأمر يصبح أكثر صعوبة، كما تفتقر معظم العائلات للملابس الشتوية، فالكثيرون ممن هاجروا من بيوتهم لم يتمكنوا من أخذ ملابسهم الشتوية القديمة معهم. مريم طالبة في كلية طب الأسنان إحدى هؤلاء الفتيات اللواتي لم تستطعن إخراج أي شيء من أمتعتهن أثناء خروجهن من حي برز البلد الدمشقي الذي يتعرض للقصف الشديد. وتتحدث مريم عن معاناتها بالقول: اضطررت لإيقاف دراستي لأعمل وأساعد والدي على تحمل أعباء الحياة وأجرة المنزل الخيالية التي نضطر لدفعها شهريا، ما زلت حاليا بملابس الصيفية على الرغم من برودة الطقس، فالملابس النسائية غالية جدا وسعر جاكيت واحد يعادل نصف راتب موظف. وتضيف بلهجة ساخرة: الخيار صعب وشبه محسوم بالنسبة لي، إما المأوى وإما الملابس الدافئة. كتب أحمد الشامي مقالا في جريدة عنب بلدي تحت عنوان المثقف والحرب، قال فيه: حين قال الشهيد مروان حديد أن نظام الأسد لن يزول إلا بالقوة، لم نأخذ كلامه على محمل الجد، وبقينا غارقين في أوهام المقاومة والصمود والعروبة منذ بداية الثورة، ما زالت كرة النار الأسدية تتدحرج وتلتهم البشر والحجر. مع الوقت ظهر أعداء جدد قاموا بإغناء الجحيم الأسدي من إيرانيين وروس مباشرة وأمريكيين بشكل غير مباشر، حتى إسرائيل لا تنظر بعين الرضا لسقوط أجيرها الأسدي. منذ مجزرة الكيماوي سقطت آخر الأقنعة، وأصبح واضحا أن خيار السوريين ينحصر بين الفرار والتشرد أو الموت. ويتساءل الكاتب:
هل نتصور الجيش الفرنسي وهو يقصف باريس؟ ما الذي يجبر جند الأسد على قصف المدن الآهلة؟ ما هو شعور الطيار الذي يلقي برميلا متفجرا على باحة أطفال وليس في أرض خلاء؟ والقناص الذي يتسلى بقتل ضحاياه بالتقسيط، هل هؤلاء بشر؟ لهم حقوق ومشاعر؟ أم أنهم قتلة ومجرمو حرب لا تسقط جرائمهم بالتقادم؟ هل من يأتي للشام ثأرا للحسين ومقابل آلاف الدولارات ليقتل ويسبي وهو مقاتل أو مرتزق لا تنطبق عليه اتفاقيات جنيف؟ ويختم الكاتب بالقول: على المثقف أن يقول كلمته ويمشي، فدوره هو أن يكون ضمير الأمة، ينقل الصورة كما هي لأقرانه ويدلهم على أقرب الطرق للنصر، يدعو للقتال والشهادة حين يقتضي الأمر، وللعفو والتسامح ساعة النصر. فثقافة دون أخلاق هي صف كلام. وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء الذي كتب مقالا تحت عنوان: عضو مجلس الشعب يقول المسيحيون تحت خطر لعبة النظام، قال فيه: منذ بداية الثورة السورية كان هناك استهداف واضح للمسيحيين ومحاولة مستمرة من قبل النظام لاستغلال الوجود المسيحي في سوريا استغلالا بشعا لا يعرف قيما ولا أخلاقا، فيقوم إما مباشرة أو بشكل غير مباشر بإجراءات تهدف إلى إثارة انتباه المجتمع الدولي لخطر يتهدد المسيحيين في سوريا، مصورا ومسوقا وجوده كحامل للأقليات ضد اضطهاد الغير. ويضيف الكاتب: وفي معلولة لابد من طرح أسئلة تعري النظام وتفضحه، فلطالما حرر معلولة في العملية الأولى فكيف يتخلى عنها ثانية بهذه السهولة؟ ليس المسيحيون بأفضل حالة من بقية إخوانهم السوريين النازحين والمهجرين والمتألمين على فقدان أعزاء لهم، ولكن وعلى مدى قرون وأجيال ورغم كل المخاضات والأحداث التي مرت على المنطقة، فإن ما يحدث اليوم لمسيحيي سوريا لا يهدد وجود المسيحيين ويهزه فقط، بل يهدد ويهز وجود سوريا بالكامل. ذلك أن هذا الوجود المسيحي كان له أكبر الأثر في هيكلية وتواجد وتفاعل سوريا مع المحيط الإقليمي والدولي. والخطر اليوم يبدو أكبر من أي وقت مضى، كون اللعبة في هذا المجال يشارك فيها النظام بشكل لم يعد يقبل أي شك أو جدال. إن المسيحية الشرقية هي المسيحية المستهدفة من قبل الشر في العالم والتي يشارك النظام فيها، ولا يعني بذلك طائفة مسيحية معينة، بل كل المسيحيين في الشرق عموما وفي سوريا خصوصا معنيون بخطر فصلهم عن إخوانهم المسلمين الشرقيين الذين تعايشوا معهم على أرض وطن منقطعت عنه المآسي التي عاشوها وعاينوها وعانوها وتصدوا لها سوية على مر الأيام. ويختم الكاتب: ومن المؤكد أن المسيحيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث لهم، ليس انطلاقا من مسيحيتهم فقط، إنما انطلاقا أيضا من وطنيتهم المشهودة لهم عبر التاريخ. المسيحيون طبعا لا يرون الحل بفتح أبواب السفارات لهم وفتح الغرب أبوابه لهم ليتركوا وطنهم ويعيشوا لاجئين في أوطان غريبة. بهذا تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم، نلتقي في جولات أخرى غدا إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.